أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف والأقلام في الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأها بأهم العناوين. في المداف فيتو الحكومة يقطع دعوات إفراغ الطرمية، سكانها متعاونون جدا. في الزمان نائب توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين قبل عيد الأضحى. في عربي 21 سقوط 3 قذائف على المنطقة الخضراء في بغداد. في العربي الجديد أطفال العراق تعددت الأسباب والتعنيف واحد. في القدس العربي سياسيون سنة يرفضون التحريض على أهالي قضاء الطارمية. في العرب اللندنية إيران تستبق زيارة الكاظمي للسعودية باتهامه في مقتل سليمان. في نيويورك تايمز صور ملء خزان سد النهضة تثير فزع المصريين، فهل اقتربت ساعة الحقيقة؟ أهلا بكم. وصفت صحيفة الجارديان مقالا للصحفي سايمون جينكنز الوثائقي الذي يعرض على قناة بي بي سي الثانية ويحمل عنوان كان يا مكان في العراق، وصفته بأنه الوثائقي الأكثر إيلاما من بين الوثائقيات المعارضة للحرب. وقالت الصحيفة في تقرير لها إن البرنامج الذي يعرض من 5 أجزاء لا يقوم على الانفجارات والصراخ والدموع والإيلام، وليس حشويا بل ثقافيا. من بين مقاطع الفيديو لحرب عام 2003 نسمع فقط رواية الهادئة للناس الذين تحولت حياتهم إلى جحيم بسبب الصراع، والذين شهدوا الفحش المحزن الذي ارتكبته ديمقراطيتان عظيمتان باستخدام الموت والدمار سعيا خلف الأجندة السياسية لزعيميهما. وأبرز الوثائقي أن أخلاقيات استخدام القوة لم تتقدم منذ العصور الوسطى. وقالت الصحيفة إن هذا ما أطلق عليه الجنرال المتقاعد سير روبرت سميث الحرب بين الشعوب، صراع مفتوح وسياسي بشكل رئيس يتم في المدن بدلا من ساحات المعارك، وكل مكتبة عسكرية مليئة بالتحذيرات من مخاطرها. ولقد زرت بغداد بعد الغزو بفترة قصيرة لمقابلة الحاكم الأمريكي بول بريمر، وذهلت بسبب غياب القانون. وأشارت إلى أنه لم يكن الغزاة يسقطون فقط الدكتاتور، بل تم تدمير البنايات العامة بقنابل الصدمة والرعب، وتم ترويع العائلات بمداهمات التفتيش الليلية، حيث كان الجنود يقتحمون غرف نوم النساء، وكان يجب إقالة كل بعثي من الشرطة إلى الجامعة، وهو ما يعني انهيار البنية المدنية للمجتمع. وتمت معاقبة كل العراقيين على أخطاء صدام، وكان هذا يشبه العصور الوسطى أيضا. جاء في التقرير كذلك كانت حرب عام 2003 في الواقع نسخة عن الحملة الصليبية الرابعة، مغامرة عسكرية همجية ضلت طريقها كما أشارت كتب تاريخ كثيرة. فبعد أفغانستان في 2001 كان جورج بوش الابن يبحث عن حرب أخرى، والبحث عن أسلحة دمار شامل وجلب الحرية كانت مجرد حجج. وما أظهر الأمور على حقيقتها كان إعلان بوش تمت المهمة خلال أسابيع من الغزو، فكانت تلك مهمته، أما النتائج فهي ما سيأتي. طهران لن تتورع عن ابتزاز الكاظمي في حال لمست منه جنوحا أو تمردا، وهو ما يكشف عنه سلوكها التصعيدي ضد حكومته. تقرير لصحيفة العرب اللندنية. ومنذ الإعلان غير الرسمي مطلع الشهر الجاري عن نية الكاظمي زيارة السعودية وإيران والولايات المتحدة، بدأت وسائل الإعلام العراقية التي يحركها الحرس الثوري الإيراني
تتداول قائمة تضم أسماء خمسة من ضباط جهاز المخابرات العراقي بصفتهم متورطين في التخطيط لقتل سليماني. وتحرك إيران طيفا واسعا من وسائل الإعلام العراقية عبر ما يعرف باتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية التابع للحرس الثوري الذي ينشط أيضا في اليمن وسوريا ولبنان. وبلغ التصعيد الإعلامي الإيراني في هذا الملف ذروته عشية وصول وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف إلى بغداد يوم الأحد، إذا أعلن دبلوماسيون إيرانيون وجود أدلة دامغة على تورط اثنين من المسؤولين العراقيين الرسميين مع عدد من الموظفين في التخطيط لعملية اغتيال سليماني. ويعتقد مراقبون أن التصعيد الإيراني المحسوب ضد الكاظمي يستهدف تهديد رئيس الوزراء العراقي قبيل توجهه نحو السعودية والولايات المتحدة. وبالنسبة إلى إيران فإن الكاظمي يبدو جادا في توثيق علاقات حكومته مع الرياض وواشنطن اللتين تضعهما طهران في خانة الأعداء. وألمح دبلوماسيون إيرانيون أن طهران ستفتح ملف اغتيال سليماني والمتورطين فيه مع الكاظمي عندما يزورها في غضون الأيام القليلة القادمة. وذكر أحد الدبلوماسيين الإيرانيين أن جدول المباحثات الأمنية بين طهران وبغداد خلال زيارة الكاظمي يشمل ملف تصفية سليماني. جاء في تقرير العرب اللندنية أيضا اعتادت إيران على استخدام لغة العصا وأحيانا تكون إلى جانبها جزرة في التعامل مع معظم رؤساء الحكومات العراقية السابقة، لكنها قد تكون بحاجة إلى لغة جديدة في حال أرادت الإبقاء على علاقات طيبة مع الكاظمي الذي يبدو أن لديه خيارات أخرى بالفعل. وتقول مصادر سياسية عراقية إن إيران لا يمكنها أن تجابه حقيقة الرفض الشعبي العراقي الواسع لسياسات جميع حلفائها في بغداد، والذي عبرت عنه بوضوح انتفاضة أكتوبر تشرين 2019 حيث هتف مئات الآلاف من العراقيين الشيعة بسقوط مرشد الجمهورية علي خامنئي وطرد نفوذ الإيراني السلبي من بلادهم. الآن إلى صحيفة الجاردينيا، وجاء فيها كلمة بحق المرحوم الفريق أول الركن سلطان هاشم أحمد الذي توفي في السجون الحكومية ظلما، حيث كتب فؤاد حسين علي في مجلة الكارينا حول الضابط العراقي سلطان هاشم رحمه الله. نتابع. لقد تعرفت على سلطان ضابطا في كلية الأركان حيث القبول معا في الدورة الثانية والأربعين عام 75 و900 وألف، واستمرت علاقتنا عن قرب طوال سنتين. وجدته خلالها ضابطا مجتهدا مجدا ذكيا لا يكل هادئا يخطو بحكمة. ومن بعد الكلية أخذت العسكرية كلانا باتجاه لنلتقي ثانية في ساحة الحرب العراقية الإيرانية التي سجل طوالها سلطان مواقف قيادية متميزة صبرا وتحملا وقدرة عالية على الإقناع والمناورة يشهد لها الجميع. كان سلطان قائدا بحق أحبه الضباط والمراتب العاملون بإمرته، وأثنى على قيادته الضباط الأعلى في سلم القيادة، فارتقى في السلم أمير فوج جيد وأمير لواء ناجح وقائد فرقة شجاع وقائد فيلق مقتدر ومعاونا لرئيس أركان الجيش ثم رئيسا للأركان ومن بعدها وزيرا للدفاع. في مسيرة عسكرية مهنية طويلة يندر أن تسنح الفرص خلالها لأي عسكري أن يتدرج مثل تدرجه، ويندر أن يخرج من سني الخدمة الطويلة هذه نظيفا في المواقف غير سلطان، إذ يشهد القريبون منه والبعيدون أنه وفي ظروف الحرب الصعبة كانت موقفه مواقف خير لصالح المقاتل جنديا كان أم ضابطا، لم يطلب يوما إعدام عسكري بإمرته مهما كانت الأخطاء. وكان رحمه الله إنسانا ذا شخصية فذة ودودا صادقا وأبا رحيما ومخلصا للعائلة طوال سنين ليست قليلة. يقول فؤاد حسين علي في الكاردينيا أيضا لقد انتهى كل شيء بلحظات، ومع هذا يبقى الفخر بالمسيرة المهنية الطويلة. لك أبا أحمد فخر لا يقتصر علي وحدي لأني أعرفك عن قرب،
بل ولكثير من ضباط الجيش العراقي الذين خدمت بإمرتهم وخدموا بإمرتك، وسمعوا عن إنسانيتك وتلمسوها عن قرب. واليوم ونحن نودعك عن بعد ونصلي لأجل روحك الطاهرة عن بعد، ستبقى صورتك ماثلة أمامنا، صفحة بيضاء وكفاح إنسان كان متميزا على طوال الطريق الذي سلكته في دنياك، يقول الكاتب. إلى صحيفة القدس العربي، وجاء فيها اتهامات منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان أمس الأحد، اتهمت حكومة إقليم كردستان العراق بمنع نحو 1200 أسرة عربية من العودة إلى منازلهم في 5 قرى في نينوى بعد أكثر من 6 سنوات من استعادة المنطقة من تنظيم الدولة أو من تنظيم داعش، مشيرة إلى سماح السلطات الكردية لسكان الأكراد بالعودة إلى منازلهم في القرى المجاورة في ناحية ربيعة غرب محافظة دهوك. نتابع المزيد. وثقت هيومان رايتس ووتش في تقريرها منع حكومة إقليم كردستان عودة آلاف العرب في قضية مشابهة في قضاء الحمدانية. ووفق المنظمة، بينما يمكن للسلطات تقييد حركة الأفراد بموجب القانون الدولي في مناطق النزاعات لأسباب أمنية، ينبغي أن تكون القيود وفق القانون الدولي ومصممة بطريقة تخدم هدفها المشروعة ومتناسبة وغير تمييزية. ينبغي أن تركز هذه القيود على الحد من وصول جميع المدنيين إلى مناطق معينة خلال فترات تكون ضرورية للغاية، وليس تقييد مجموعات معينة. بموجب مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن النزوح الداخلي، يحق للجميع بالحماية ضد التشريد التعسفي من منزلهم. وقالت والي، ليس لدى السلطات الكردية أي مبرر لمنع هذه الأسر العربية من العودة إلى قراها، لديهم نفس الحق أسوة بسكان القرى الأكراد بالعودة إلى أرضهم ومنازلهم. ونقل تقرير للمنظمة عن بلقيس والي، باحثة أولى في قسم الأزمات والنزاعات في المنظمة، قولها: السلطات الكردية تمنع الآلاف من سكان القرى العرب من العودة إلى منازلهم دون أي سبب قانوني. حقيقة أن حكومة إقليم كردستان سمحت لسكان القرى المجاورة من الأكراد بالعودة، توحي أن العرب ممنوعون من العودة كعقاب. إلى مقال جديد، وجاء في مطلعه: كشفت مصادر حكومية عراقية وأخرى مقربة من ميليشيات مسلحة في بغداد وتتمتع كذلك بحضور في سوريا، كشفت جميعها للعربي الجديد عن تشكيل مجلس تنسيقي جديد للفصائل العراقية المسلحة التي تقاتل إلى جانب قوات النظام السوري. أطلق عليها اسم مركز عمليات المقاومة الإسلامية. ويأتي تشكيل المجلس كأحد مخرجات زيارتين سابقتين لزعيم ما يسمى فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني إلى سوريا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فضلا عن زيارة له إلى بغداد دامت أياما عدة، والتقى خلالها قيادات وزعامات للفصائل العراقية المسلحة. أوضح مسؤول عراقي بارز في بغداد طلب عدم ذكر اسمه للعربي الجديد أن الواجهة الجديدة مركز عمليات المقاومة الإسلامية هي بمنزلة لجنة تنسيقية داخلية ترتبط بقآني بعد مشاكل وارتباك اتسمت به الفترة الأخيرة بين فصائل عدة في دير الزور والتنف وريف إدلب. وبحسب المصادر سيكون القائم على المركز عراقيا، لكن لم يتم اختياره لغاية الآن. ويضم المركز ممثلين عن جميع الفصائل الموجودة داخل سوريا في الوقت الحالي. ولفت المسؤول إلى أن عدد المقاتلين العراقيين الموجودين في سوريا حاليا قد يصل إلى أكثر من 5000، جميعهم يتقاضون راتب من الحشد بإجمالي يتجاوز 1.5 مليون دولار شهريا. وبين المصدر أن قسما منهم لم يقاتل يوما واحدا داخل العراق، ما شكل أحد أسباب الخلافات الحادة بين رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي ونائب رئيس الحشد الراحل أبي مادي المهندس وقيادات سياسية أخرى.
بدورها أكدت مصادر مقربة من الحشد الشعبي للعربي الجديد انبثاق هذا المركز أو اللجنة التنسيقية، لكنها قالت إنها لا دخل لها بالحشد، مؤكدة أن الواجهة الجديدة تتعلق بالفصائل الولائية التي تمتلك أفراد يقاتلون في سوريا لكنهم ضمن مظلة الحشد في العراق. يتابع عثمان المختار إن الواجهة الجديدة بحسب المصادر ذاتها جاءت بسبب تكرار مشاكل تتعلق بتعدد مصادر القرار وتداخل المهام وتعثر وصول التموين، لا سيما إلى محاور سورية عدة أبرزها شرقي البلاد على الحدود مع العراق. وعقبت اغتيال زعيم ما يسمى فيلق القدس قاسم سليماني مطلع العام الحالي. في نيويورك تايمز كتب أحدهم عن حلول موسم الأمطار في الهضبة الإثيوبية وقال بدأت المياه تنساب في النيل الأزرق أحد شرائين نهر النيل، حيث تغذي المياه الجديدة البناء الإسمنتي الذي تعمل عليه إثيوبيا منذ عقد وتنتظر لحظة امتلائه بوعود النور والكهرباء. وبعيدا عن المرتفعات الإثيوبية يراقب المصريون بفزع لحظة امتلاء سد النهضة العظيم الذي يعد أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية. تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، نتابع المزيد. تأمل إثيوبيا أن يضاعف السد من إنتاج الكهرباء ويعزز الاقتصاد ويزيد من وحدة البلاد التي تعاني الانقسام والعنف. وانتشر واسم املأ السد على منصات التواصل الاجتماعي، بينما سارع وزير المياه الإثيوبي سيرشي بيكيلي لتخفيف مخاوف المصريين، مؤكدا أن زيادة معدلات المياه في الخزان هي متوقعة ونتيجة طبيعية للفيضانات الموسمية. وقال إن البداية الرسمية لملء السد ستكون عندما يغلق المهندسون البوابات، وهذا لم يحدث بعد، وستكون هذه اللحظة عندما تسيطر إثيوبيا على تدفق مياه النيل إلى مصر وبشكل عملي. إلا أن التأكيدات لم تكن كافية لتخفيف قلق مصر التي تعتمد على النيل لتوفير نسبة 90% من مياهها. وتقوم القاهرة على مدى عقد بالتفاوض مع إثيوبيا بشأن الطريقة التي سيتم فيها ملء السد وإدارته. وانتهت المحاولة الأخيرة بدون نتائج يوم الاثنين الماضي، بينما زادت الصور الفضائية والتقارير من إثيوبيا التكهنات وهي أن ملء الخزان بدأ بالفعل. ونقل الكاتب مقاله المعلق التلفزيوني ناشية ديهي السؤال ماذا سنفعل؟ والناس قلقون وهذا القلق يترك تأثيرا، وما يزيد القلق المصري هي تأكيدات رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أن بلاده ستغلق البوابات نهاية الشهر الحالي أيا كان الوضع. وفي السابع من تموز يوليو قال للمشرعين في بلاده لو تغلق إثيوبيا السد فهذا يعني أن إثيوبيا وافقت على تدمير السد. وتقول صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لمراسلها في القاهرة ديكلان وولش إن الصور التي التقطتها الأقمار الاصطناعية هذا الأسبوع أظهرت تدفق المياه للخزان حول السد والذي يرتفع مرتين أعلى من تمثال الحرية الأمريكي. قامت شركة البناء المستدام البلجيكية كامب ببناء أكبر منزل تم إنشاؤه من قطعة واحدة فقط بواسطة الطباعة ثلاثية الأبعاد، إذ تفخر كامب بأن لديها أكبر طابعة ثلاثية الأبعاد في أوروبا، وقد حققت رقما قياسيا آخر. وتتميز المساكن المطبوعة بهذه التكنولوجيا بسرعة الإنجاز وبالفاعلية في استخدام المواد الخاصة للبناء، كما أنها أقل تكلفة. وعلى الرغم من أن المنزل هو عرض تجريبي في الوقت الحالي أكثر من كونه منزلا حقيقيا يمكن العيش فيه، فإنه لا يزال كبيرا بما يكفي لوجود غرفتين مجهزتين بمرافق مستدامة مثل الألواح الشمسية والتدفئة تحت الأرض. وقال مدير المشروع ماريجي أرتس لموقع نيو أطلس إن قوة ضغط المواد أكبر بثلاث مرات من قوة البناء التقليدية. وأضاف إلى جانب الألياف في الخرسانة فإن كمية تعزيزات الشبكات السلكية المستخدمة محدودة للغاية، مما وفر ما يقدر بنحو 60% من المواد والوقت والميزانية.
إلى الكاريكاتير الآن. مشاهدينا الكرام، في ختام هذه الحلقة من صدى الأقلام ظل أن نذكركم بالتردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية وهو 10727 الاستقطاب أفقي، أما معدل الترميز فهو 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 6/5 على مدار القمر نايلسات. ظلوا دائما في أمان الله. إلى اللقاء.